أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه اللحظات تعلن انطلاقتي ثامن الأشواط بمجموع الأشواط، ما بعد أشواط الرموز. وبعد نهاية هذا الشوط نذكر بتسليم رموزي هذا المساء في يوم الإذاعة، تتويج الفائزين في المقصورة الرئيسية في ميدان المرموم. ننطلق مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات ومع سادس أيام مهرجان المرموم الختامي بالمرموم بدبي في الليسيلي، هذه التحديات لعام 2024. ننطلق مع انطلاقة الأبكار المهجنات الأصايل في يوم الإذاع وفي يوم الإبداع والاستمتاع في عالم الأصايل. مباشرة نتقدم عبر الهواء بثا مباشر عبر القنوات الناقلة على أرضية هذا الميدان. أتقدم مع أهالي الظفرة مذيار يقدمون ذلول الدار، عامر بن محمد بن زايد المنصوري. وذكرتني بمذيار ملك جنة رياسة، هذا الاسم اللي حمل قاعدة جماهيرية في عالم الأصايل. يتقدم على المركز الأول راعي مذيار، المركز الثاني، المركز الثاني بن كليب قادم مع وش الممثل هل المدام. ينطلق عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، يتقدم في هذه اللحظات أرصاد مسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري قادم مع أرصاد. في هذه اللحظات بدأت بالتسلل إلى المركز الثاني، المركز الرابع، المركز الرابع، وتابع ترف سعود بن علي بن عبد الله الحبسي أحد القادمين الأشقاء من السلطنة يقدمون هذه الانطلاقات. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس بنت صوغان وأهل الخوانيج بدانة الدنيا دبي، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري القادم مع بنت صوغان. وتابع المجموعة الثانية بقيادة شديدة، شديدة القادمة شديدة محمد بن حسن بالثيمة العامري، قلب الأسد قادم. المركز السابع، المركز السابع المسكة لساري بن بلوش المزروعي القادم. ومن عمق الميدان هيبة القادمة، هيبة بهيبة هذا الشعار وتاريخه، سيب بن علي بن عزيز الشريفي القادم. نتابع المركز التاسع، المركز التاسع هذه رموز منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري القادم مع رموز. وذكرتني برمز مالكة، مالكة بن منانة من خطف شوط البندقية الانتاج يا بن دري. وتابع، وتابع المركز العاشر شواهين حربي بن سهيل بن صالح العامري قادم في هذه اللحظات مع منتصف الستة كيلومترات. لكن أسماء قادمة، شعارات قادمة، أسماء قادمة دخلت في عالم الأصايل. وينك يا أبو يعقوب يا أبو اليفر البلوشي قادم كذلك مع هذه اللحظة، يدج في عالم الأصايل من أوسع أبوابه في المرموم قادم في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات. أعود إلى الصدارة، شعار الشاعر على المركز الأول، شعار الشاعر بمسلم شاعر المليون على المركز الأول. يتقدم على الصدارة مع أرصاد مسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري، يتقدم على المركز الأول بمسلم. يبغي السلامات إلى زاخر يبغيها عناوية في هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني قادمة قادمة قادمة
خادمة مديار، تراجع من مديار عامر بن محمد بن زايد المنصوري، خادم مع مديار على المركز الثاني، المركز الثالث راعي دوشة قادم مع رموز منصور بن سيف بن علي بن دي المنصوري. هل الختم قادمين؟ هل الختم قادمين؟ راعي دهشة قادم مع انطلاقتي وتحدياتي رموز المركز الرابع. هذه ترف سعود بن علي بن عبد الله الحبشي قادم مع المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات وشل عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، لكن تابع الاسماء الواصله في هذه اللحظات. الشايبه اول نداء للشايبه محمد بن سالم بن ناصر النعيمي قادم مع الشايبه، والقادمه نوف القادمه في هذه اللحظات مع انطلاقه نوف يوسف بوليفر البلوشي قادم بيعقوب في هذه اللحظات. خلك مصحصح يا بوليفر، لا تطيح في حفر المرموم، خلك في العلالي، دخل في عالم الاصايل بوليفر في ختامي المرموم لعام 2024. حرك يا ابو يعقوب اللحظات الاخيره، 1200 ما تبقى عن خط النهايه، هذبه قادمه هذبه علي بن سعيد بن سالم الزرعي قادم مع هذبه، وانتباه العود بن حمد بن سالم العامري يا سلام قادمه في هذه اللحظات بشعار عامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي قادم مع الكيلومتر الاخير. اعود الى الصداره، شوط المهجنات الاصايل، شوط الاذاع ما بعد اشواط الرموز الى الظفره. السلام على ما ظن حتى هذه اللحظات. على المركز الاول مديار عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ولكن بالعود قادم يقدم انتباه العود بن حمد بن سالم العامري قادم من مدينة العين، والقادم عامر بن سعيد الوهيبي بن حليس قادم مع سمرية اللحظات الأخيرة. بن حليس وبالعود وبو زايد وعلي بن سعيد الزرعي، ولكن بالعود أهالي زاخر عيناوية إماراتية، ولا هل السلطنة هذه سمرية بن حليس عامر بن سعيد بن مبارك. يا ابو مبارك حرك اخبارك لأهل السلطنة. سلام بدية تهانينا والناموس لعامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي المركز الثاني مع بالعود، المركز الثالث مع علي بن سعيد بن كليب على المركز الخامس والرابع اللي وصلتنا. المركز الخامس مذيار لعامر بن محمد بن زايد المنصوري. هكذا هي النتيجة للخمسة، هكذا هي النتيجة. 8 57 ثلاث أجزاء من الثانية، سمرية والليلة سماري مع هالي بدية عامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي. المركز الثاني مشكور يا أبو سلامة من تابع بهذا الانطلاق. 58 جزء واحد من الثانية، انتباه العود بن حمد بن سالم العامري. المركز الثالث هذبة علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وصلت على المركز الثالث وتوقيتها نتابعه في هذه اللحظات. 8 دقائق 58 نتابع المركز الثالث مع مخرج السباق وليد البارودي، من يتابع كل انطلاقات وتحديات مهرجان المرموم التراثي. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.